مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم معنا في حلقة جديدة من برنامج فكر وفن، وتشاهدون في هذه الحلقة معرض الكتاب الدولي في الرباط في دورته 28 يحتفي بعبير عزيم أصغر كاتبة عربية عن روايتها شمس بحجم الكف. الفنان التشكيلي علاء روبيل يروي مأساة حرب اليمن على جداريات عدن. مناظرة قبل مغنية، لقب يطلق على ملكة الروك أند رول تينا تورنر التي توفيت قبل أسابيع. تستمر في العاصمة المغربية الرباط فعاليات المعرض الدولي للكتاب في دورته 28. يشارك في هذه الدورة نحو 737 دار نشر من 51 دولة، وتسلط الدورة الضوء على قضايا ثقافية وأدبية وفكرية متنوعة عربية وإفريقية ودولية عبر برنامج ثقافي يستضيف أبرز الشعراء والكتاب والمفكرين والنقاد العرب والأجانب. وفي بادرة تعتبر الأولى من نوعها ضمن فعاليات المعرض الدولي للكتاب في الرباط، تم الاحتفاء بالكاتبة الطفلة عبير عزيم عن روايتها شمس بحجم الكف، وذلك بعد انتزاعها لقب أصغر كاتبة في العالم العربي. تعد رواية شمس بحجم الكف لعبير عزيم العمل الثاني في مشوارها القصير في الكتابة السردية، وهي لا تزال طفلة. ويرجع بعض النقاد نجاح هذه الرواية إلى طريقتها التشويقية في الكلام عن أصحاب الهمم أو أصحاب ذوي الاحتياجات الخاصة، والذين يعيشون أوضاعا صعبة تحول دون اندماجهم بسهولة في مجتمعهم. يذكر أن العمل الأول لعبير عزيم هو مجموعة قصصية بعنوان درع الوطن. وللمزيد تنضم إلينا من مدينة تازة المغربية الكاتبة الطفلة عبير عزيم. عبير، مرحبا بك معنا في فكر وفن. معرض الرباط كما ذكرنا في صدر هذا الخبر يحتفي بك كونك أصغر روائية أو كاتبة عربية، ماذا تعني لك هذه الالتفاتة؟ أولا السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، سعيدة بهذا اللقاء معكم. فيما يخص معرض الكتاب الدولي بمدينة الرباط، فصراحة أنا سعيدة جدا بالاحتفاء الذي لقيته من طرف العديد من الكتاب والمثقفين والنقاد من مختلف الأجيال الذين دعموني وزادوني يعني إصرارا على المضي قدما أكثر في المجال الإبداعي ومجال الكتابة. فأنا سعيدة أيضا بروايتي شمس بحجم الكف يعني التي أعجبت العديد من النقاد والعديد من الكتاب والمثقفين، وأود أن أشكر وأن أكون يعني وأتمنى أن أكون عند حسن ظن كل من آمن بي وبموهبتي. بالإضافة إلى رواية مجموعة شمس بحجم الكف، لديك مجموعة قصصية، حدثينا عن شغف الكتاب الذي نما بداخلك. يعني مؤلف الثاني هو رواية شمس بحجم الكف، والمؤلف الأول هو المجموعة القصصية. شغفي بالكتابة كما نعرف جميعا الكتابة هي موهبة يعني يبثها فينا الله سبحانه وتعالى، لكل منا موهبته التي يجب طبعا أن يبحث عنها، أن يبحث عن قدراته ومواهبه الكامنة بداخله. فشغفي بالكتابة جاء بعدما قرأت العديد من الكتب والقصص، حيث نشأت في أسرة محبة للقراءة وصديقة للكتاب، فكبرت أنا الأخرى محبة للقراءة، واكتشفت أنه يعني لدي القدرة للكتابة والتعبير،
يعني على كل ما أحس به وعلى ما أفكر به. فلذلك بدأ شغفي بالكتابة، وانتقلت من عالم القراءة إلى عالم الإبداع الواسع، يعني وخضت غمار تجربتي كتابة مجموعة قصصية ورواية الثانية وهي شمس بحجمك. حدثينا عن بعض الصعوبات عبير التي ربما واجهتك أثناء رحلة الكتابة هذه، يعني أبرز هذه الصعوبات خصوصا لطفلة مثلك. إذن فالصعوبات التي يواجهها الكاتب يعني بصفة عامة، بغض النظر إن كان مثلا صغيرا أو كبيرا، فالصعوبات هي نفسها، نفس المعاناة التي يواجهها الكاتب كيفما كان سنه وكيفما كانت يعني إبداعاته ونوعها. فالصعوبات يعني حينما يجد نفسه وسط هذا العالم الواسع الشاسع والذي هو عالم الإبداع، ويجد أنه يجب عليه أن يملأ هذا البياض، فهذه يعني فهو ينطلق آنذاك في رحلة الكتابة. ولعله يعني من حسن حظي أنني التقيت بالعديد من الناس الذين شجعوني ودعموني وجعلوني ألتقي بالكاتب والإعلامي عبد العزيز كوكاس، هذا الأستاذ الذي شجعني كثيرا ودعمني، وهو يعني متعلق بمنشورات النورس التي تكلفت بطباعتي ونشر روايتي شمس بحجم الكف، والعديد من يعني العديد من المثقفين الذين شجعوني ودعموني، وهذا يجعلني أنسى كل الصعوبات التي مررت بها في طريق تأليف روايتي. عبير، أنت ترعرعتي في عصر يقال إن مواليده بعيدون عن الكتاب، قريبون إلى الذكاء الاصطناعي، يعيشون في متاهة الوسائط التكنولوجية. من خلال تجربتك، هل يخطئ البعض في توصيف هذا الجيل؟ طبعا طبعا، هذا الجيل هو الجيل يعني أقرب إلى التكنولوجيا، أقرب إلى كل ما هو يعني ممتع. يحب الأطفال طبعا يحبون كل ما هو ممتع ويميلون إليه أكثر من القراءة، أكثر من الكتاب. لكنني يعني ككاتبة ورقية، فرغم يعني رغم إتقاني للتقنية، ويعني أنا أنشر مثلا بإمكاني أن أنشر روايتي وإبداعاتي على مواقع التواصل الاجتماعي، وهي وسائل طبعا تجعلنا نصل أكثر بشكل أكبر أفكارنا إلى القراء وإلى الجمهور، لكنني رغم ذلك متشبثة بالبعد الواقعي، يعني بالبعد بكل ما هو ورقي. أحب يعني كوني كاتبة ورقية، وأعمل على أن تكون كتبي في المستقبل إن شاء الله ورقية، وذلك والغاية من كل هذا هو أن أجعل أطفال جيلي والأجيال يعني المقبلة إن شاء الله يتعلقون أكثر بالكتب وبكل ما هو ورقي، لأن التكنولوجيا نحن لا يمكننا الجزم بأنه بإمكاننا الابتعاد عنها بشكل كلي، لكنها يعني يجب أن نستغلها. وهنا أريد أن أسألك في مسألة الاستغلال عبير، في نظرك كيف يمكن الاستفادة من هذه التكنولوجيا للانتشار أكثر فأكثر؟ من تجربتي ككاتبة، فوسائل التواصل الاجتماعي هي وسيلة رائعة تجعلني أوصل يعني أفكاري وأحاسيسي أكثر إلى الجمهور، إلى قلب الجمهور وقلب القراء الذين يقرؤون إبداعاتي. لكن يعني طبعا كما قلت يجب علينا، مثلا أنا ككاتبة فأستغل هذا للانتشار، أستغل كل ما هو يعني متعلق بالتكنولوجيا، وسائل التواصل الاجتماعي أجدها مفيدة في الانتشار كما قلت أستاذي الفاضل، يعني لكن لا يجب أن نجعلها، فهي كما نعرف جميعا سلاح ذو حدين، يمكن أن نستغلها في مجال ما هو خير يعني في الخير، وأيضا كما يمكننا أن نستغلها في الشر، لكن يجب أن نعمل، وطبعا هذا دور الآباء كما نعرف، فالآباء هم الذين يجب أن يرسخوا في أبنائهم يعني المبادئ والقيم التي ستجعلهم يحبون القراءة والكتاب أكثر، ولكن يعرفون كيف يتعاملون مع وسائل التواصل الاجتماعي ويستغلونها بشكل جيد يعود عليهم بالنفع. شكرا لك عبير عزيم، أصغر روائية عربية، كنت معنا من مدينة طازة المغربية، شكرا لك.
رغم اكتساح التطور التكنولوجي السريع جميع المجالات، إلا أنه لا يزال يجد صعوبة كبيرة في القضاء على بعض التقاليد الثقافية في غالبية البلدان العربية دون استثناء، ومن بينها مدينة البصرة التي ما زال بعض أهلها شيباً وشباباً مرتبطين بتعلم فن الكتابة بالخط العربي لما فيه من فوائد شتى، أبرزها الحفاظ على الهوية الثقافية. في مدينة البصرة بين الفينة والأخرى لا يتوانى بعض أعضاء المركز الثقافي العراقي للخط العربي والزخرفة عن إقامة دورات تدريبية لفائدة الشباب من أجل تعليمهم الكتابة بالخط العربي، دورات دائما ما تلقى إقبالا كبيرا لما فيها من فوائد كبيرة في اكتشاف الطاقات المخفية للمتعلمين في الإبداع التشكيلي بواسطة الحرف العربي، مرورا بمراحل أبرزها تحسين الخط والكتابة قبل الوصول إلى مرحلة رسم اللوحات انطلاقا من الحروف. غير أن تخصيص بعض الأساتذة لتعليم مواطنيهم الشباب الكتابة بالخط العربي يظل الهدف الأسمى والذي يتمثل في الحفاظ على الهوية الثقافية للعراق في زمن الرقمنة. يمضي الفنان التشكيلي علاء روبيل غالبية أيام الأسبوع يتجول وسط أكوام ركام الأبنية التي أضحت تؤثث شوارع وحارات مدينة عدن اليمنية بسبب الحرب المهولة التي حلت بها منذ سنوات، ويعمل على خلال جولاته على معاينة الجدران التي تصلح لرسم قصص بالألوان تروي مآسي الحرب باعثا الحياة فيها. إنه الفنان التشكيلي اليمني علاء روبيل، اختار هذه المرة أن يحول جدران مباني دمرتها الحرب في عدن إلى لوحات تشكيلية لخدمة قضايا إنسانية انطلاقا من الواقع. لوحات جدارية تتضمن رسومات ذات حجم كبير بحجم مآسي ما حدث في المكان وقاطنيه، يروي من خلالها علاء روبيل قصص آلة الحرب الحوثية التي أتت على الأخضر واليابس مدمرة كل ما هو جميل في شوارع وأزقة حواري عدن باعثا فيها الحياة من جديد. لم يقف الفنان التشكيلي الشاب علاء روبيل عند هذا الحد، بل عزز بجدارياته التشكيلية مفاوضات السلام في اليمن في تنبيه صريح لعدم السقوط مرة أخرى في أهوال سنوات الحرب والابتعاد عنها تأمينا لأمن وسلامة عدن واليمن وأجياله المقبلة. وللحديث عن هذه التجربة الفنية التشكيلية ينضم إلينا من عدن الفنان التشكيلي علاء روبيل. سيد علاء، مرحبا بك معنا في فكر وفن. ما الهدف من وراء تحويل شوارع عدن المدمرة إلى معرض شبه دائم لأعمالك؟ أولاً أشكركم على استضافتي في البرنامج. مرحبا. مرحبا فيكم. طبعاً أنا علاء روبيل، فنان تشكيلي من عدن. أنا بدأت أرسم الرسومات على الجدران في عدن عبر الشوارع المدمرة بسبب اختلاف الإلهام اللي كان قبل الحرب وما بعد الحرب. كان قبل الحرب الإلهام مختلف تماماً، كان هو عن تزيين الشوارع برسومات جمالية. بعد لما اندلعت الحرب أتغير الإلهام وتغير الفكر وتغيرت الأفكار بشكل يعني غير يعني الإلهام الأول. فشفت إن بعض الناس يعني اللي تشردت بيوته ودمرت طالت الفترة وهم لم يرجعوا بيوتهم، ففكرت إن أنا أعمل قضية حملة عن قضية إنسانية اسمها معاناة سانتا، إن أنا أرسم المعاناة في كل منزل أتدمر يعني في عدن، ويكون هذا الرسمات عبارة عن قضية إنسانية توصل للعالم، رسالة للناس تناشد إنها ترجع لمنازلها. طيب على 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 يعني ما هي أبرز القضايا، أبرز المواضيع التي تتناولها في هذه القضايا الإنسانية؟ على ماذا تركز تحديدا في هذه الرسومات التي تملأ شوارع عدن؟ أنا ركزت على أكثر رسمة، هي رسمات كانت الطفلة يعني اللي فقدت مأواها وفقدت أسرتها كامل.
يعني، وشايف ان اسرته راح ترجع يعني وشايف ان الحرب لعبه، اللي هي الوحيده كانت الناجيه من الانقاذ هذا. فكان اكثر تركيزي على هذا المكان وهذه الرسمه. إلى أي حد على تعتقد أن الفن يمكن أن يساعد في إعادة بناء مدينة عدن؟ الفن هو رسالة يعني. أنا عملت الحملة هذه وأتمنى أنا أساسا من يعني الإعلام هو اللي يوصل الفن أكثر يعني، لأن رسومات الجدران عبارة عن معرض مفتوح أكثر من المعارض الداخلية يعني، فنظر الناس للشوارع أكثر من المعارض المغلقة. فأنا حبيت أن يكون الحملة تكون عبارة عن جدران يعني أكثر من المعرض. فمن التواصل الاجتماعي والسوشيال ميديا والإعلام هو اللي يوصل الفن أكثر. طيب، كيف ساعدك العمل في الإنتاجات المسرحية في تبني مشروع الجداريات التشكيلية في عدن؟ أنا بدأت طبعا بمجهود شخصي في الرسم، وبعدين يعني حبيت انه يبدا في السوشيال ميديا، نزلت المواقع الصحفيه المحليه يعني، اللي هم اصدقائنا الناشطين هم اللي بداوا في النشر معي. بعدين بدات القنوات تبدا تسال الموضوع اللي تكبر الموضوع الاكثر يعني وتنشره. طيب، البعض يظن أن اليمن التي تعاني من الحرب ليس بها مكان لهذا النوع من الفنون، لو تخبرنا عن وضع الفنان في ظل هذه الظروف الصعبة يا علاء. طبعاً الفن التشكيلي جداً مهضوم في اليمن، ما فيش أي انطلاقة كبيرة للفنون في اليمن بشكل عام، بس يعتبر الفن التشكيلي يعني يمكن أضعف فن يعني، ما لوش أي مشاركات، مالوش أي اهتمام، مالوش أي يعني تطور أكثر. فتلاقي الفنان هو نفسه ما يطور نفسه إذا كان عنده إلهام وشغف، فكثير من الفنانين الكبار يعني أهملوا هذا الشيء، وكثير من الفنانين يعني نشطوا بسبب إنه في نشاطات جديدة تحصل ما بين التدخل ما بين المنظمات والمعارض اللي تكون فيها الفعاليات المحلية يعني والمؤسسات، غير ان الحكومه والدوله مش يعني ما تهتمش بهذا الفن. الان يبدو انه توقفت آلة الحرب بشكل شبه كامل على خلفيه ربما الحل السياسي، كيف سيكون شعورك بعد ان يتم ازاله وتحييد كل هذه الجداريات؟ طبعا بتنطلق افكارنا باشياء جماليه تزيين الشوارع بشكل أفضل يعني، من القضايا الإنسانية المحزنة. فبننطلق بأفكار جمالية أكثر، تزيين التوعية للشارع بشكل أفضل وراقي يعني. شكرا جزيلا لك علاء روبيل، الفنان التشكيلي اليمني، كنت معنا من عدن، شكرا لك. امتعت الناس وكانت تظهر من أسعد الفنانات في العالم بحضورها اللافت فوق خشبة المسرح، لكن لا أحد كان يعرف بأن ملكة الروك أند رول الأمريكية تينا تيرنر عاشت سنوات تعاني من العنف على يد زوجها الأول، وفتها ألمانية مؤخرا وأعادها ذلك إلى الواجهة من جديد، ووصلت بالنقاد ليطلق عليها لقب مناضلة قبل مغنية. مع انطفاء شمعة حياتها عن عمر ناهز 83 عاماً، يفضل غالبية النقاد الموسيقيين في العالم إطلاق لقب مناضلة قبل مغنية على أسطورة الروك أند رول الأمريكية تينا تيرنر، لقب أملته المعاناة التي عاشتها تينا تيرنر في زواجها الأول، حيث كانت تتعرض للضرب المبرح من طرف زوجها. رغم ذلك ظلت صامتة لسنوات قبل أن تحسم علاقتها معه بطلاق فكت به قيداً
أدمى يديها طيلة عقود، فاتحة لنفسها فرصة حياة جديدة جعلتها تتربع على عرش مغنيات العالم لعقود. ويعود الفضل في منح النقاد والحقوقيين لقب المناضلة قبل المغنية لتينا تيرنر إلى الرسالة التي تركتها لبنات حواء في العالم، والتي جاء فيها: إلى النساء العالقات في شرك علاقة مؤذية، أقول إنه لا شيء يمكن أن يكون أسوأ مما أنتن عليه الآن. انهضنا وانتفضنا من الرماد، وستفتح الحياة لكنا ذراعيها من جديد. رسالة ستظل الوصية الأخيرة لملكة الروك أندرول الأمريكية تينا تيرنر لنساء العالم اللواتي يعانين العنف من طرف الرجال في بيت الزوجية. وللحديث عن هذا الموضوع ينضم إلينا من القاهرة الناقد الموسيقي أمجد مصطفى. أستاذ أمجد، مرحبا بك معنا. ما الذي تعنيه هذه الأسطورة الأمريكية تينا تيرنر بالنسبة لعشاق موسيقى الروك أندرول؟ في البداية برحب بحضرتك وبكل مشاهدينا على مستوى العالم العربي. أولا، تينا تيرنر هي ملكة الروك أندرول كما جاء في التقرير الذي أذيع منذ ثواني، وهي فنانة كبيرة عاشت مأساة كبيرة. هذا يلخص حياة تينا تيرنر. بدأت في أسرة أب عنيف وأم مستسلمة، ثم بعد ذلك دخلت في علاقة عاطفية مع آيك تيرنر، ثم زواج استمر لسنوات طويلة. تعرضت فيه لمآسي كثيرة متمثلة في العنف الجسدي الذي كان يمارسه زوجها ضدها، واللي كانت بسببه تظهر في معظم الحفلات مرتدية نظارة سوداء لتخفي أثار ما تم من اعتداء عليها. وبالتالي عاشت تينا تيرنر مأساة كبيرة في حياتها على المستوى الاجتماعي. ودائما تجد أي صوت أو أي فنان كبير في العالم يخرج الفن من قلب المعاناة. تينا تيرنر عاشت معاناة كبيرة، وبالتالي عندما ظهرت كصوت جعلت الملايين حول العالم يعشقون صوتها. من قلب المعاناة تخرج الموهبة. عندنا مثلا في مصر عبد الحليم عاش طفولة يتيم، دخل ملجأ. أحمد فؤاد نجم نفس الحكاية. أم كلثوم عاشت حياة فقيرة في بداية حياتها. فدائما الموهبة تخرج من قلب المعاناة. وتأتي على رأس الذين تعرضوا لهذه المعاناة تينا تيرنر لما تعرضت له طوال حياتها، سواء على مستوى الأسرة الأم والأب أو على مستوى الزوج. أستاذ أمجد، ولكن كيف نفسر صمت تينا تيرنر على العنف، رغم أنه كان بإمكانها أن تفضح هذا العنف، تستغل جمهورها لتفضح هذه الممارسات المسلطة عليها؟ أتصور أن في البداية كان زوجها آيك تيرنر كانوا هناك ثنائي غنائي وموسيقي فريد، فكان من الصعب أن هي يعني تنتفض عليه في هذه الفترة. ثم أنجبت منه ابنها الوحيد، وبالتالي هي كأم كان من الصعب عليها أن هي تترك ابنها وتتفرغ لحياتها الشخصية. وبالتالي هي فضلت أن تعيش الأم عن أنها تبتعد عن هذه الحياة، إلى أن في منتصف السبعينات قررت أن هي تنهي هذه العلاقة بينها وبين آيك تيرنر وتنفصل عنه نهائيا. وبالتالي هي عندما عاشت هذه المأساة دون أن تتحدث إلى أحد، هي كانت تريد أن تحيط علاقتها مع هذا الشخص بنوع من السرية، حتى تحافظ على هذا الثنائي الفني وحتى تحافظ على بيتها كأم. يعني لقب مناضلة قبل مغنية، إلى أي حد هذا يعد بمثابة رد اعتبار لملكة الروك أندرول برأيك؟ بالتأكيد هي تستحق هذا اللقب، يعني لقب مناضلة هي تستحقه لأنها عاشت معاناة كبيرة طوال حياتها. والسيدة التي يعني
تعيش هذه المأساة تستحق أن تقوم مناضلة. يعني كما ذكرت لحضرتك من شوية أنها عاشت يعني حياة دموية، كانت تظهر في بعض الحفلات بنظارة حتى تخفي الملامح الاعتداء عليها، يعني زائد أنها في بعض يعني في 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 مذكرتها اللي نشرت في مجلة بيبل العالمية قالت أنها كانت تغني وفي حلقها أثار الدم من كثرة الاعتداء عليها، وفي حفلة أخرى كانت تغني وفكها شبه مكسور. فبالتالي هي فعلا مناضلة أكثر منها من أن تكون فنانة. يعني في العالم العربي برأيك، وبغض النظر عن مفهوم العنف الذي كان مسلط على تينا تورنر، من تستحق لقب مناضلة برأيك في الفنانات في العالم العربي سيد أمجد؟ عندنا فنانات كتير استحقوا ان هم يبقوا مناضلين بغض النظر عن الاعتداء عليهم او عدم الاعتداء عليهم. نعم يعني عشان ما نبقاش يعني ما نحددهاش في يعني ام كلثوم مثلا هي مناضله، لان بالظبط ام كلثوم كانت مناضله لانها خرجت من بيئه فقيره الى وصلت الى ما وصلت اليه من المطربه الاولى في العالم العربي، وفي فتره من الفترات كانت تدشن حفلات من اجل المجهود الحربي. ايضا في لبنان هناك ماجدة الرومي ايضا صنعت حفلات كثيرة للخير، فيروز أيضا، جوليا بطرس أيضا غنت من أجل ضحايا الحروب. كل هؤلاء الفنانات يستحقن أن يطلق عليهم لقب مناضلة. شكرا جزيلا لك أمجد مصطفى الناقد الموسيقي المصري، كنت معنا من القاهرة، شكرا لك. إلى عالم الموسيقى الكلاسيكية، ونترككم مع معزوفة رومانسية للملحن الأمريكي كريستوفر ستاسكي. المعزوفة تندرج ضمن قائمة المعزوفات الرومانسية المتدفقة بالمشاعر الرقيقة. إلى هنا نأتي إلى ختام حلقتنا هذه من برنامج فكر وفن، شكرا لكم على المتابعة، دمتم بخير وإلى اللقاء.